فندق، طلابنا من يشوفون المسائل باللغة العربية يعني مكبرها يعني مسويها، يعد فندق بغداد الأحد الفنادق وكذا، ما لك دخل بيها، لا تخليها هيك بس اقراها كأنها مجرد من توصل للأرقام هنا أنا أوقف. يبلغ طول المسبح فيه ايش قد طوله؟ اكس زائد 9. دائما الأرقام خلي لي جواهن خط واضح زين. أمتار وعرضه، لاحظ لي كلمة عرضه ايش قد؟ اكس زائد 1 متر. انتهى لي هنا أنا أستاذ، هاي هي؟ لا اقف اعطيني مجال. ومحاط، محاط بممر عرضه ايش قد؟ متر. يعني هذا المستطيل، هذا المسبح ايش فيه؟ بي منا متر، منا متر، منا متر، منا متر. يعني الطول مالته راح ازوده 2، يعني العرض مالته راح ازوده 2. اوكي، اولا مساحه المسبح ايش قد هي؟ مستطيله. زين شلون ايش اقول؟ اقول الطول في العرض. وين الطول؟ هذا الطول ايش قد؟ اكس زائد 9. نقلت اكس زائد 9 هنا أنا. زين انتهت؟ لا، قايل لي محاط به ممر ايش قد؟ عرضه 1 متر، يعني منا متر ومنا متر. لو قايل لي 2 كان اختاريت 2 ب2. زين فش اقول؟ اقول المتر هذا اللي تحت 1 زائد 1، والفوق 2 زائد يعني زائد 1 ايضا. هسه شو يساوي لي؟ 9 زائد 1 زائد 1 يساوي لي 11. وضحت شلون جبناها وشلون طلعناها ال 11؟ هذا متر وهذا متر زودناهن يعني ايش قد؟ على 9. زين هسه العرض نفس العمليه اللي سويناها، هي الطول اكس زائد 1 هو مطيني اياها اساسا. زين وقايل لي محاط بعرض ايش قد؟ هم متر منا انا ومتر منا، يعني اكس زائد 1 زائد 1 هذه الاولى زائد 1 هذه. وضحت؟ شو يساوي لي؟ اكس زائد 1 زائد 1 زائد 1 يساوي لي اكس زائد 3. زين طلعا عندي ذني اكس زائد 11 واكس زائد 3، شو اسوي لهم؟ اجمعهن بكل من بقوسه جمعتهن. شو يساوي لي مساحه المسبح؟ ساد الطول في العرض. الطول ايش قد طلع عندي؟ اكس زائد 11 في العرض ايش قد طلع عندي؟ اكس زائد 3. اضربهن استاذ، شلون اضرب الاقواس؟ انا اعرف اضرب رقم مثلا 1 في 2 و 3 في 4 5 في كذا، لكن اقواس شلون اضربهن؟ ها، من تضرب القوس تضرب هذا الـ يعني هذا الحد، الضربه بالقوس كله. شلون استاذ اضربه؟ يعني اكس في اكس طلع لي استاذ اكس تربيع، اكتبها. واكس في 3 استاذ طلع لي 3 اكس، اكتبها. الاشارات ما زال متشابهه ما يحتاج، مباشره زائد. بعدين اضرب هذا الحد بهالقوس كله اكس 11 في اكس ساد يعطيني 11 اكس. تمام 11 في 3 ساد يعطيني 33. عرفت شلون تنضرب الاقواس هسه؟ لو ما عرفت اي استاذ عرفت. تمام هسه من طلعت عندي هاي المعادله اكو اشياء متشابهه، يعني اكس تربيع اكو عندي اكس تربيع اكس تكعيب ما عندي استاذ، نزلها نفسيتها. 3 اكس متغير بصف معامل عندي اي استاذ، هذا 3 اكس و11 اكس اجمعهم اثنيناتهم ساد يعطوني 14 اكس، حطهم حطيتهم زائد 33. اذا مساحه المسبح مع الممر بابسط صوره ايش قد طلعت لي؟ اكس تربيع زائد 14 اكس زائد 33. صعبه لو سهله؟ لا والله استاذ سهله. يلا نشوف اللي بعدها. يقول الطاقه الشمسيه ايضا حاكي بهذا النوع من ال كذا. انا اجي المن ما ابعاد الطاقه، ما ابعاد اللوح الشمسي اذا كانت مساحه 3 اكس، وهنا انا عندي فاتح قوس هو اكس ناقص 4 ناقص 22 اكس ناقص 4. استاذ هذا يا موضوع ارجع له بذهني انه هذا يا موضوع، موضوع العامل المشترك منين عرفته؟ اكو عوامل خارج القوس. زين بالاضافة الى هي خاصية التجميع منطين اياها، شلون منطين اياها؟ ها منطين الحل النهائي من عندها، اوكي عامل مشترك ولكن الحل النهائي مالتها هي خاصية التجميع. ايش راح اسوي هنا؟ ما راح اسوي شيء استاذ، انزل نفسية هاي الكاتب ليها هو 3 اكس افتح قوس اكس ناقص 4 ناقص 22، هاي هو منطين اياهن كلهن اكس ناقص 4. ايش عندي من الشابهات؟ استاذ هذا القوس يشبه هذا القوس بالعامل المشترك اذا كانوا متشابهين.
شو اسوي؟ استاذ احذف واحد ونزل واحد، نزلت الاكس ناقص 4. والعوامل استاذ اجمعهم بقوس وحدهم، فلذلك سميت عمليه التجميع. اوكي، يعني 3 اكس انزلها بقوس هي والاثنين سالب 22. وضحت؟ اعتقد جدا واضحه. مباشره من شفت هذه عندي قلت انه هذه خاصيه يعني عامل مشترك وخاصيه التجميع. تمام، من شابهات الاقواس ما يحتاج اسويهن معكوس. اوكي، فلذلك مباشره حذفت واحد من الاقواس ونزلتهن وجمعت شنو المعاملات. عند هنا مأذنه الملويه ايضا نفس الحكي، حاكينا عنها شويه عن تاريخها. تمام، لكن ايش قايل اللي هو وترتكز على قاعده مربعه مساحتها ايش قد؟ اكس تربيع، لاحظي اكس تربيع زائد 8 اكس زائد 16. هذا المهم عندي، قلت لك الارقام والمعادلات حط له جوان خط هن ذن المهمات. متر المربع ما طول ضلع القاعده التي تستند عليها الملويه بدلاله اكس، حسب دلاله اكس مو بدلاله اكس ما له دخل بيها. اوكي، اجي المن اجي هاي المعادله انزلها، ساد نزلتها هذه زين. هاي المعادله بيا موضوع تحل استاذ؟ تحل بالمربع الكامل. شلون عرفتها؟ ليش مو بالتجربه؟ ها استاذ، لان عندي 3 حدود. تمام، عند الحد الاول الى تربيع، تمام، وعند الحد الثالث الى التربيع، يعني جذر تربيعي. زين، يعني معناها بيش تحل بال يعني بال المربع الكامل. شلون يجيني المربع الكامل؟ الاكس منين جايتني؟ لازم جايتني من الارقام الشابهه، من اكس في اكس نزلتها اكس. تمام، ال 16 منين جايتني؟ جايتني من 4 في 4، 4 في 4 يعطيني 16. اذا انزل 4 اسد القوس كله شحط عليه تربيع. هذا شني؟ طول ضلع القاعده. وضحت اعتقد، مجرد شفتها عرفتها انه هذه تحل بالمربع الكامل. يلا شوف اللي بعدها. عندنا مساله قلعه الاخيضر. قلعه الاخيضر هي قلعه اثريه تقع في محافظه، وايضا قلت لكم هذا الكلام اللي اعطينياه ما خليه يدوخني، اروح من هنا مباشره. ما ابعاد هذا السور الذي يحيط بالقلعه التي مساحتها 6 اكس تربيع ناقص 39 اكس زائد 60؟ اجيت نزلت المعادله، قلت لك حط خط تحت المعادله، نزلتها. من نزلت المعادله شفت بينات هنا كرتباط الستة والتسعة وثلاثين والستين، يعني فد عامل مشترك أو فد شيء، فلقيت شنو بيناتهن؟ عامل مشترك وهو الثلاثة. تمام، يا رقم 3. من نزلت بتحت قوس، من طلعت عامل مشترك بيناتهن ذني كلهن يقبل القسمة على 3، صحيح؟ أي صار صحيح. من طلعت العامل المشترك هذا شو أسوي؟ الستة أكس تربيع قسمه على 3، سد والاكس تربيع شلون؟ بس قسم له 6، 6 على 3 بها 2، والاكس تربيع نزلها نفسيتها. زين استاذ، حلوها. السالبه نزله نفسيته، نزلته. 39 على 3 استاذ ما اعرف، قسم لي بس ال 30 على 3 سد بها 10، ال 9 على 3 3. تمام، ايش قد يعني؟ 9 و 3 و 10 13، والاكس تنزل نفسيتها. زين، وال 60 استاذ 60 على 3 بها 20، كل واحد نطيع 20 يصير يتقسم يصير 60. اوكي، هاي حلو. الثلاثة تنزل نفسيتها، نزلت. هسه هاي بيش تحل؟ استاذ تحل هذه بالتجربة. اوكي، بيش تحل؟ تحل بالتجربة. تمام، الاثنين اكس تربيع منين جايتني؟ جايتني منين؟ جايتني من 2 اكس في اكس. اوكي، لان 2 الاكس في اكس يعطيني اكس تربيع. وضحت؟ احط الكبير هنا والصغير هنا. تمام، الوسط اللي دخل بيه؟ لا استاذ ما اللي دخل بيه ابدا. زين، اروح لمن؟ لل20. ال20 منين جايتني؟ اولا انزل السالب، نزلته حد الوسط، يعني شو يكون الاشاره مال القوس الاول مال حد الوسط، نزلته. سالب في الموجب ساد ايضا يعطيني سالب، حلو. 13 اكس
العشرين منين جايتني؟ جايتني استاذ من 5 في 4، 5 في 4 للتأكد من صحة حلي. شو اسوي؟ البعيد في البعيد والقريب في القريب، 2x في 4 سالب 4 ينطيني سالب 8x، تمام سالب 8x، سالب 5 في موجب اكس سالب في الموجب سالب، ساد يعطيني سالب 5x، 8x و5x ينطيني ساد 13، والإشارة سالب، ساد حل صحيح. فإذا أبعاد السور هو 2x ناقص 5 وبعد x ناقص 4. وضحة أعتقد. نعيدها إعادة بسيطة. يلا نعيدها. قلعة الخضر منطينا هاي المساحة، أنا مباشرة قايل لكم لا تدخلون بالشرح اللي يعطيني اياه، ممكن يكتب لي في صفحة تاريخ أنا ايش علي بها. أنا المهم أنا الرياضيات، وين الرياضيات هنا نسات تجي من ما أبعاد هذا السور الذي يحيط بالقلعة التي مساحتها 6x تربيع ناقص 39x زائد 60. أستاذ نزلتها زين، أني أعرف هاي الموضوع بيش تحل، بيش يحل هسه هذا بالتجربة؟ لا أستاذ ما أقدر أحل مباشرة بالتجربة. بمن يحل؟ أستاذ يحل هذا بياناتهن، أنا أعرف المواضيع كلها، يحل أستاذ بالعام المشترك، لأن هاي الستة تقبل قسمة على 3، 39 تقبل قسمة على 3، 60 تقبل قسمة على 3 أستاذ. زين طلعت عام المشترك، من طلعته شو أسوي أستاذ؟ بعدين شو أسوي؟ أقسم الستة على 3 أستاذ، 2x تربيع أعطتني، 39 أعطتني 13x، شلون؟ شرحناها قبل شوية. 60 سال 20، هذا القوس الظهر الجديد بيش يحل استاذ؟ اعتقد يحل بالتجربه، انت المواضيع كلهن فاهمهن شلون، يعني المعادله انت بس تنظر لها تعرف بيش تحل زين. بالامتحان ما يحتاج بعد واحد يشرح لك تعال تحل بكذا ولازم كذا، انت فاهم المواضيع وتعرف القاعده، تعرف انه هذه تحل بالتجربه ولازم الحلول بعدين اللي اطلعهن اضرب البعيد في البعيد يعطيني والقريب في القريب يعطيني الحد الوسط، اوكي للتاكد من صحه حلي، تمام استاذ. فالاثنين اكس منين جايتنا استاذ؟ جايتنا من 2x. زين قبل لا ابدي التجربه بيش شن هي استاذ؟ قوسين زين، اشاره الوسط بالقوس الاول زين، اشاره القوس الثاني هي اشاره الوسط في الاشاره الحد الثالث، تمام. سالب في الموجب اعطاني ايضا سالب استاذ، حلو. هسه شو اسوي؟ هسه 2x تربيع منين جايتني؟ جايتني من 2x في x زين، والعشرين جايتني من 5 في 4. للتأكد من صحة حلي ضربناهن البعيد في البعيد، 2x في سالب 4 انطاني سالب 8x، وسالب 5 في x انطاني سالب 5x، من جمعتهن 8x 8 و5 انطاني 13، والإشارة هي سالب. إذا حل صحيح، قلت له أبعاد السور هو أو هي 2x ناقص 5 1، أحط فارزة بيناتهن، و x ناقص 4.